بحضور قداسة البابا تاودروس الثاني تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية احتفالية كبرى بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، وذلك بمقر كاتدرائية المرقسية بالعباسية. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم. جرمين، دعينا في أجواء وتفاصيل هذه الاحتفالية. نعم، بعد التحية بالفعل كما ذكرت نتواجد بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لمتابعة الاحتفالية الكبرى التي تنظمها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية باحتفالا بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، وذلك بحضور قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والدينية وأيضا عدد من الوزراء. هذه ليست الاحتفالية الأولى، فسبق احتفالية اليوم احتفالية صباح أمس تتضمنت قداس الصلاة، ومن ثم تم تكريم عدد من الشخصيات التي تركت أثرا خلال فترة خدمتها بالأسقفية. أيضا إذا تحدثنا عن الأسقفية بشكل خاص فهي تم تأسيسها في عام 1962، ويعني أول من تولى رئاسة الأسقفية كان الأنبا سمو، ثم بعد ذلك جاء عدد من الأساقفة وصولا للأنبا يوليوس وهو الأسقف الحالي لأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، وتم تأسيسها بهدف أن تكون الذراع التنموية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومن أجل خدمة الفقراء والمهمشين في مختلف القرى والمحافظات عن طريق 14 برنامج بيتم تقديمهم في هذه المناطق. أيضا بتشارك الدولة في عدد من المشروعات والمبادرات التنموية كمبادرة حياة كريمة. بعد قليل ستبدأ هذه الاحتفالية بحضور قداسة البابا تودروس الثاني، وستتضمن الاحتفالية عدد من الفقرات الفنية إلى جانب تكريمات وبالطبع كلمة لقداسة البابا احتفالا بمرور 60 عاما على تأسيس أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. نعم، مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم، شكرا جزيلا لك.